السلام عليكم، حياكم الله في هذه الحلقة واللي بنخصصها للحديث عن جهاز مهم جدا وجوده في أي ورشة نجارة، لأنه يسوي لنا أشياء كثيرة ما يمكن الاستغناء عنها. تجدها دائما في غالب المشاريع، لابد يكون فيه لمسة من اللمسات اللي يسويها لنا هذا الجهاز، اللي هو جهاز الراوتر. في البداية بنتكلم كلام نظري، بنشرح فيها عن الجهاز ومكوناته والقطع اللي تكون منها الأساسية، وأيضا تصنيفاته اللي موجودة في السوق وكيف نقدر نختار الراوتر الصحيح اللي احنا نحتاجه. أجهزة الراوتر اللي موجودة من تقريبا 70 سنة من أول ما بدوا ينتجونها، والراوتر بشكل أساسي هو عبارة عن ماطور يقوم بعمل دوران لجزء دائري صغير. هذا المكان هو اللي نضع فيه احنا الريش المختلفة، من خلال عملية الدوران هذه نقوم بالأشياء اللي احنا نبغى نخرجها في مشروعنا، أو نقوم بالأشياء اللي نريد أن نحققها من هذا الجهاز. أجهزة الراوتر ممكن تصنيفها بأكثر من تصنيف، يعتمد على المعيار اللي احنا نبي نصنفها فيه، وبحاول أعطيكم أشهر المعايير والأصناف اللي داخل كل معيار عشان أيضا يكون عندنا خلفية مهمة جدا. أجهزة الراوتر من حيث قوة الماطور ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الراوتر اللي قوته 3 حصان مثل هذا، وعندنا الراوتر اللي يكون قوته ما بين 1.5 حصان إلى 2.5 حصان أو أقل من 2.5 حتى، وهو ممكن يكون هذه الفئة هذه واللي هي الفئة المتوسطة. وعندنا الراوترات الأقل من حيث القوة اللي هي أقل من حصان، اللي هو مثل هذا، يمكن حتى بعد حصان مايد. من حيث قوة الماطور نستطيع أن نجملها ونقول هي عبارة عن 3 أصناف: الفئة العليا اللي هي 3 حصان، والفئة الوسطى 1.5 إلى 2، والفئة اللي أقل من 1. معيار الوظائف ممكن احنا نصنف الراوترات لنوعين اساسيين: الراوتر متعدد الوظائف واللي يسمح لي اني اسوي فيه اشياء كثيرة مثل الثلاثة هذه 1 2 3، والنوع الثاني اللي هو يؤدي وظيفة واحدة فقط اللي هو مثل هذا اللي هو تريم راوتر. ممكن تقسيم الراوترات من حيث السرعات إلى نوعين اساسيين: نوع متعدد السرعات ونوع ثابت السرعة. ثابت السرعة حقيقة هو مرتبط بالمعيار اللي قبله اللي هو تعدد الوظائف أو وظيفة واحدة، فدائما الراوترات اللي لها وظيفة واحدة عادة تكون لها سرعة ثابتة ولا يمكن تحكم زيادة السرعة أو انخفاضها مثل هذا. لكن فيما يخص الأنواع الأخرى اللي هي متعددة السرعات، وهذه الميزة مرتبطة أيضا بمعيار تعدد الوظائف. بالنسبة للشفرات اللي موجودة في الراوتر، زي ما تلاحظون هنا حجم البروفايل حق الريشة، ولا أتكلم عن حجم الشنك هذا، أتكلم عن حجم هذه الجزئية العليا اللي هي تقوم بعملية القص. تلاحظون أن هذه فيها فرق بين هذه وبين هذه. العلاقة بين حجم الريشة وبين السرعات علاقة طردية، كلما كبر حجم الريشة كلما صار لزام علي أني أخفض سرعة الدوران، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه لو ما التزمت فيها قد تؤذي نفسك وقد بعد تدمر القطعة الخشبية اللي قاعد تشتغل عليها. هذا ريشة بهذا الحجم لابد أن يكون الراوتر على أقل سرعة، بينما ريشة بهذا الحجم اللي هو يعتبر أصغر حجم لابد أن الراوتر يكون على أسرع سرعة عشان يؤدي الوظيفة بشكل صحيح. الريش تختلف حسب الشنك هذا إلى أكثر من تقسيم، لكن أشهرها اللي هو تجي نص إنش اللي هو هذا أو ربع إنش. طبعا بالدول اللي يتعاملون بالمليمتر قد يكون فيه 12 ملي وقد يكون فيه 8 ملي وقد يكون فيه 6 ملي، لكن هذا بشكل عام نقول ان الريش اللي تسمح بدخول النص انش فيها هي من باب اولى، وبشكل تلقائي تسمح بدخول الريش الصغيرة. لكن بينما الريش او الراوترات اللي ما تسمح بدخول الا الريش الصغيرة لا يمكن بكل احوال اني احط فيها ريشة الشنك حقها نص انش، وعملية التبديل هذه بين الريشة وبين الاحجام الريش هذه اللي يتحكم فيها حجم الكلت هذا او حجم المكان اللي يدخل فيه الريشة، فهذا الصغير هذا يدخل فيه الريشة الصغيرة وهذا الكبير يسمح بدخول الريشة الكبيرة. بعض الراوترات تكون فيها ميزة انه انا ممكن اتحكم فيها بالارتفاع والانخفاض مثل هذا، وانا قاعد اشتغل استطيع اني ارفع الجهاز وانزله للمستويات اللي نحتاجها، بينما هذا الجهاز لا يمكن اني احركه للاعلى والاسفل الا اني افك القطعة هذه وارفع واوزن، يعني حتاخذ مني مجهود ووقت عشان اوصل للارتفاع اللي انا ابغاه.
او شيء الشيء اللي يخلي الراوتر ممكن اشتغل عليه على الطاوله وممكن ما اقدر اشتغل عليه على الطاوله؟ هي قضيه التحكم بالارتفاع والانخفاض من الجهه المعاكسه. احنا قلنا ان هذا الجهاز اقدر اتحكم بارتفاعه وانخفاضه وهو بالشكل هذا، لكن لما يكون بالشكل هذا ما استطيع اني ارفع الجهاز او اخفضه، بينما هذا يقدر اتحكم فيه وهو مقلوب يعني بالوضع الطبيعي، واقدر اتحكم بارتفاعه وانخفاضه وهو موجود بالشكل هذا عن طريق هذه القطعه. احطها من هنا وابدا احرك بشكل عادي، هي هذه الحركه بترفع لي وتخفض لي. هذا الراوتر مصمم انه يقبل انه يعمل على طاوله الراوتر، وبالتالي هم وضعوا هذه الميزه فيه. طبعا بعض الاجهزه اللي موجوده في السوق تلقاها موجوده مثل هذا الشكل اللي هي عباره عن السبندل فقط، وهذه فيها ميزه انه لو كانت موجوده هذه بحجم كبير استطيع ان اركبها على الطاوله، لكن مع وجود قطعه اخرى اضافيه اسمها ليفت اللي هي يعني شيء يشبك في هذا، واللفت هذا نفسه هو اللي يخليني اطلع وانزل بالجهاز، لكن هذا بالوضع الطبيعي هذا ما يمكن استخدمه على الطاوله، لابد من وجود لفت يركب فيه وانا اصير اتحكم باللفت بالطلوع والنزول. وجود الاجهزه هذه بهذا الشكل حقيقه يعني له فائده مقارنه بهذا اللي هو الماطور موجود داخل قطعه بلاستيكيه مثل هذا وهذا مصمته، ما استطيع اني اطلع الجهاز منها. هذا الشكل يسمح لي بعده خيارات. الخيار الاول اني انا اقدر اشتغل بهذا الجهاز الراوتر على ماكينه السي ان سي ماشين، وهذا حقيقه السبب اللي خلاني اشتري هذا الجهاز تحديدا، لان انا هذا وظيفته عندي بشكل اساسي مع السي ان سي ماشين. لكن ايضا وجود الجهاز بهذا الشكل يجعلني اقدر اشتري له اكسسوارات زي ما انتم شايفين. هذا الجهاز الان شريت له اكسسوارين، غير انه يركب على السي ان سي ماشين بالوضع هذا اقدر اركبه على هذه القطعه واربطه، وبالتالي بيؤدي لي الى وظيفه اللي هو ترم او قص الزوايد زي ما بنشوفها لما نتكلم عن الوظائف اللي ممكن نسويها، واقدر اركبه على هذا الاكسسوار واقفل هنا. الان تحول هذا الى شبيه الى هذا من حيث قابليته للحركه للاعلى وللاسفل، واقدر اشتغل عليه بهذه الطريقه. فهذا الجهاز فيه ميزه اني اقدر اشتري الاكسسوارات اللي نحتاجها، بل يوجد بعض الاكسسوارات لبعض الاجهزه لبعض الشركات تعطيك ايضا قابليه انك تقدر تستخدمها بدرجه 45، يعني نفس هذه القطعه تكون هي مايله بدرجه 45، وهذه تعطيك يعني وظائف اكثر. خلونا نتكلم الآن عن الراوتر المثبت على الطاولة والراوتر الحر الحركة، ومتى أقدر أستخدم هذا ومتى أقدر أستخدم هذا والفروقات الأساسية. بشكل عام الراوتر المثبت على الطاولة هو أفضل من ناحيتين. أول شيء الأمان، لأنه أنا ما راح أكون يعني مضطر موازنة حركة الجهاز وهو يتحرك بسرعة عالية. الشيء الثاني اللي هو نظافة أو القطعة لما أقصها وهي مثبتة على الطاولة الراوتر أفضل من القطعة لما تكون بالراوتر اللي قابل للحركة، لأنه أنا مضطر إن زي ما قلت لكم احاول اوزن حركه الراوتر وانه ما يتحرك يمين او يسار الا في الحدود اللي انا قاعد اتحرك فيها. لكن في نقطه مهمه لازم نضعها بعين الاعتبار واحنا اشرنا لها سابقا. العمل على راوتر الطاوله يتطلب مني اني اتاكد انه الراوتر اللي انا ابغى اشتريه قابل للتثبيت على الطاوله، المقصود فيها اني اتحكم بالارتفاع والانخفاض من الاعلى، ما اكون انا مضطر اني انزل الى اسفل الطاوله عشان اغير في الارتفاع والانخفاض، او انه يكون عندي نوع الراوتر من نوع السلندر اللي يجي بس فقط الماطور، ويكون عندي الليفت حق الراوتر اللي هو يقوم بدور عمليه الارتفاع والانخفاض، بالتالي ما اكون انا مضطر اني اشتري راوتر مخصص للطاوله. طبعا بعض الاشخاص يعني ما يكون عندهم هذا الحل ولا عندهم هذا الحل، ويستخدمون طريقه يحبي لك غديك تمشي اللي هي يرهمها ترهيم، يجيب لك طاوله ويثبت الراوتر فيها براغي ويكون الراوتر في هذه الحاله ثابت الارتفاع، كل ما اراد انه يغير مضطر انه يفك ويغير الاتجاه بعدين يرجع يربط مره ثانيه. لكنها ممكنه لكنها ليست عمليه حقيقه، لانها بتتعبك في عمليه ضبط الارتفاع. الان خلونا نتكلم عن الريش اللي احنا ممكن نستخدمها مع الراوتر. في البدايه قلت لكم يعني مما يميز الراوتر ويجعله يعني جهاز مهم جدا في الورشه انه تشكيله الريش الموجوده ما لها حدود، وكل يوم يطلع عندنا شكل جديد يسوي لنا ديزاين جديد او يسوي لنا بروفايل بشكل جديد، او الريش اللي لها استخدامات محدده. هذه تعتبر جزء من اللي عندي. طبعا الريش اما انها تباع بشكل مستقل، يعني تشتري الريشه لوحدها بالشكل هذا لتؤدي لك وظيفه معينه وحده، او انك تشتريها كطقم. في بعض الريش او بعض العمليات تحتاج فيها اكثر من ريشه، مثلا
هذا طقم يباع ثلاث ريش مع بعض، هذا يستخدمونه عشان عمل الدواليب المطابخ وتسوي لك الباب حق الكابينت حق المطابخ. فهذه الثلاثة تشتغل مع بعض، كل واحد منهم يؤدي دور حتى نوصل للشكل النهائي. بقية الريش قلت لكم ممكن تباع لوحدها، واختلافها حسب الوظائف اللي هي مطلوب منها. يمكن تلاحظون ان بعض الريش مثل هذه يكون فيها البيرنج هذا اللي يتحرك، بينما البعض الآخر مثل هذه ومثل هذه ومثل هذه ما فيها، وهذا شيء مقصود لأن هذه البيرنج لها وظيفة مهمة جدا، وهي في الغالب البيرنج هذا يكون عرضه نفس عرض الريشة. وش معنى هذا الكلام؟ لو أنا قاعد أمشي الريشة الآن أو قاعد أمشي البيرنج على قطعة الخشب، لو افترضنا أني شغلت الراوتر بهذا الشكل، فالنتيجة أنه الريشة هذه ما راح تقص أي شيء. ليش؟ لأنه أنا قاعد أقول له قص أي شيء يزيد عن عرض البيرنج هذا اللي هو عرض الريشة، فبالتالي بالشكل هذا أنا ما راح أقص أي شيء من القطعة خشب. لكن لو كانوا قطعتين مع بعض، وهذا اللي بنشوفها لاحقا نسوي بعض القصات مع بعض، بتكون هذه الوظيفة مهمة جدا. هذه مثلا ما فيها بيرنج لأن هذه الهدف منها أنها تسوي لك مجرى في قطعة الخشب، وهذه يجي منها مقاسات. يعني مثلا أنا عندي أكثر من واحدة، مثلا هذه أظنها تقريبا 3×8 وهذه نص إنش، فيعتمد على حجم المجرى اللي تبغى تسوي في قطعة الخشب تقدر تشتري الريشة اللي تأدي لك نفس هذا الغرض، سواء هذه سواء هذه. عندنا بعض الريش اللي تأدي وظائف محددة اللي هي مثل هذه ومثل هذه، هذه يستخدمونها في عملية الدروج بحيث انك تسوي لك جوينت بين اضلع الدرج بشكل محكم جدا وقوي جدا، وهذه ان شاء الله بتتعرفون عليها اكثر ان شاء الله في فترات قادمة ان شاء الله. مثلا هذه الريشة تسوي لك 45، وهذه ايضا ممكن الريشة انا استخدمها في عمل الصناديق حقت المجوهرات لانها تعطيني 45 بشكل اسرع من شارط الطاولة. النقطة الأولى الآن اللي بنتكلم عنها إنه عملية تركيب الريشة، طبعاً تضعها في المكان المخصص لها وتربط. بعض الترات عشان تربط الريشة في مكانها أنت تحتاج مفكين يجون معها، واحد يثبت العمود اللي يدور والثاني تربط فيه الريشة. بعض الأنواع الحديثة ما يحتاج إنك يكون عندك مفتاحين، هي يجي معها زي الزر هذا، كل عليك إنك تضغطه. الآن لاحظوا لما ضغطته أصبحت الكولت ثابت ما يتحرك، الآن بمفتاح واحد فقط أقدر أفك الكولت وأغير الريشة في مكانها. نقطة مهمة جدا وهي كيفية تركيب الريشة ومدى دخولها داخل الراوتر. النقطة المهمة اللي لازم تضعها في عين الاعتبار أنك ما تدخل الريشة إلى الأخير. دخول الريشة بالشكل هذا بحيث لاحظ أصبح السن حق القص قريب جدا من الكولت، هذا يعتبر خطأ جدا. في المقابل الخطأ اللي مقابله أنك تجعل الريشة طالعة بشكل كبير جدا، يعني لاحظ وقلنا أن هذه تقريبا 1 إنش، غلط انك تخليها داخله فقط الربع. الوضع الصحيح والطبيعي انك تخليها داخله الى تقريبا الثلثين، يكون ثلثين الشنك حقها داخل جوا بالشكل هذا، بحيث انه يطلع لك جزء بسيط من العمود، ويكون هذا مهم جدا عشان يعطي راحه للريشه انها تدور وما يكون فيه عرضه انها تحتك مع الكلث. الآن خلونا نتكلم عن كيف نقص أو كيف نستخدم الراوتر وكيف تكون حركته أو كيف تكون حركة قطعة الخشب. هي قاعدة ثابتة لازم نضعها بعين الاعتبار. لما يكون في الراوتر المتحرك فهذا معناه أن الراوتر هو اللي يتحرك وقطعة الخشب هي الثابتة، ولما نكون احنا نشتغل على الراوتر المثبت على الطاولة معناه أن الراوتر هو المثبت والخشبة هي اللي تتحرك، فاحنا عندنا دائما في كل الحالتين جزء ثابت وجزء متحرك. القاعدة تقول أن دائما الجزء المتحرك يمشي بعكس اتجاه عقارب الساعة. بمعنى لما أنا أستخدم الراوتر المتحرك فمعناها قطعة الخشب هذه اللي بشتغل عليها هي الثابتة، معناها حركة الراوتر عكس عقارب الساعة. هكذا بالشكل هذا أنا قاعد أمشي عكس عقارب الساعة، وبالشكل هذا أمشي مع عقارب الساعة. فلما أقول أن الجزء المتحرك دائما يمشي بعكس عقارب الساعة فمعناها في الحالة هذه الراوتر بيمشي في عكس عقارب الساعة. يعني لو أنا بسوي قص كامل للقطعة هذه بأي ريشة، بعدين بنتكلم عن موضوع الريش لكن الآن نتكلم عن موضوع الحركة، فمعناها لازم أمشي بهذا الاتجاه هكذا. لكن العكس لما أكون أنا شغال على الراوتر اللي على الطاولة فمعناها والريشة ثابتة وقطعة الخشب هي متحركة، فمعناها الخشبة نفسها لازم تتحرك عكس عقارب الساعة بهذا الشكل. يعني لو بقصها بشكل كامل أسوي بهذه الطريقة، لأن لاحظتوا الآن هي قاعدة تمشي بعكس عقارب الساعة. لو قلنا مع عقارب الساعة بتبي تكون بهذا الطريقة، لكن هذا خطأ. الصحيح عكس عقارب الساعة للجزء المتحرك من العملية، سواء قطعة الخشب أو سواء الراوتر.
ايضا يعني معليش شوي هي الموضوع يبغى له تركيز، لكن هذا الكلام ينطبق لما انا اكون اشتغل على الجزء الخارجي من قطعة الخشب، لكن لو افترضت انني قاعد اشتغل داخل قطعة الخشب فاعكس الموضوع، الجزء المتحرك يمشي مع عقارب الساعة، بمعنى هذه قطعة بشتغل عليها من الخارج ومن الداخل، فبالراوتر المتحرك في الخارج بمشي عكس عقارب الساعة، لكن لما اجي اشتغل على الجزء هذا والجزء هذا الراوتر بيمشي مع عقارب الساعة بهذا الشكل، والجزء هذا بهذا الشكل. ولو قلنا بالراوتر اللي مثبت على الطاولة وقطعة الخشب هي اللي بتتحرك، فلما اجي اشتغل على الجزء الخارجي فان الخشبة لازم تمشي عكس عقارب الساعة بهذا الشكل لين اخلص العملية كلها. اجي بشتغل على اللي جوا، الخشبة لازم تمشي مع عقارب الساعة بهذا الشكل. الفكرة انها دائما قطعة الخشب لازم تكون مواجهة للريشة او للجزء اللي هو خاص للقص. يعني الان هذه الريشة لو نبي نلاحظها تجد ان القص الجزء اللي يقص من هذا الاتجاه وليس من هذا الاتجاه، فبالتالي الخشب لازم يصطدم فيها بهذا الاتجاه عشان تكون عملية القص صحيحة. وهذا انت لو تقعد تتأملها وتجد ان في فرق بالفعل بين انما يكون انا اشتغل داخل قطعة الخشب او في خارجها. الآن نبدأ نشتغل على بعض الريش، ما راح نقدر نغطيهم كلهم لكن الأشياء المهمة في تقديري. أول شيء الريشة اللي تجي مع البيرنج والريشة المستقيمة، وقلنا سابقا أن الهدف منها اللي هي ترم أو إزالة الزوائد من قطعة خشب، بحيث أنه لازم يكون عندك القطعة يمشي عليها البيرنج تكون هي المرجع حقك، والقطعة الأخرى اللي بتقص منها تكون هي في الجزء اللي لامس للسنون حق الريش عشان القص. طبعا الريشة هذه يجي منها نوعين، أن البيرنج يكون واحد فوق أو ممكن تجد بيرنج يكون تحت، او واحده زي هذه يكون البيرنج فوق وتحت، بحيث يكون عندك خيار ان اما يكون المرجع حقك اذا انت بتشتغل على الراوتر على الطاوله يكون المرجع حقك هو اللي فوق، واذا انت بتشتغل بالعكس يكون المرجع حقك هو اللي تحت او يكون اللي فوق بواسطه البيرنج الثاني. هذه الميزه في الريشه هذه. طبعا في نقطه مهمه، لما يكون عندك قطعتين خشب زي هذه واحنا متخيل الان انهم مثبتتين مع بعض وصارت واحدة أطول من الثانية، أو أنك أنت تبغى يكونون كلهم زي بعض من حيث المرجعية، خلنا نفترض أن هذه هي فيها ميلان فيها كيرف وتبغى هذه الثانية يكون فيها كيرف نفس الشيء هذا. بعض الناس يخطي ويخلي المسافة بين القطعة المرجع اللي هي الأعلى هنا بالنسبة لي والقطعة الثانية اللي يبغى يقص منها كبيرة زي هذه. اللي بيحصل أنه طبعا الراوتر مو هو جهاز القص الخشب، هو جهاز اللمسات الأخيرة صح التعبير، فبالتالي الريشة حقت الراوتر اللي بتدخل تقصها كلها بيصير فيه مشكلة. أول شيء أنه قطعة الخشب وخاصة لما يكون الخشب سولد قد تتكسر معك لأنه قوة الدوران مع حجم الزايد حق الخشب هذا كبير فيؤدي إلى هذا الشيء، أو أنه إذا أنت ما طورك حق الراوتر حقتك ما هي قوية ممكن أنها تتلف عليك. لذلك الإجراء الصحيح أنك تكون المسافة بين المرجع وبين الزايد ما تزيد عن 3 ملي بكل الأحوال أو يعني حد أقصى. وهذا إيش معناه؟ معناه أنت لما يكون عندك القطعتين زي كذا تروح بواسطة منشار الطاولة بواسطة أي منشار آخر تقص الزوايد هذه وتترك مجال بسيط جدا عشان الريشة لما تشتغل عليه يكون مريح بالنسبه لها. مثل القطعه هذه هي اللي بنشتغل عليها الان، هذه مجموعه ام دي اف لزقتهم مع بعض، واحده منهم صارت اكبر من الثانيه، وهذا الان اللي انا بسويها بشيل الزائد هذا بحيث ان يكون القطعتين كلهم متطابقتين من هذا الاتجاه. لاحظوا الزائد هنا عندي قليل جدا حتى يمكن ما يجي 3 ملي، وهذا الشيء اللي قلنا لازم انه يكون موجود ومهم عشان يكون الراوتر يشتغل بشكل صحيح. لازم انتم ملاحظين ضبطت الاعدادات بحيث انه يكون البيرنج بنفس مستوى المرجع حقي اللي هو في هالحاله هو المرجع حقي هو الاسفل والزائد هو اللي فوق. ثبت الريشة بشكل صحيح وضعت السرعة بشكل صحيح اللي هي أعلى سرعة لأنه الريشة صغيرة، والآن نبدأ نقص. لاحظ اصبحت القطعتين تماما متطابقتين مع بعض لان انا جعلت الاسفل هي المرجع لعمليه القص واصبح في تطابق بشكل كامل، وهذه هي الوظيفه الاولى وتعتبر من اشهر الوظائف للراوتر. الان بنشتغل على الريشه الثانيه وهي من اشهر الريش اللي احنا نستخدمها اللي هي الراوند اوفر. هذه لو تلاحظون هي عباره عن منحنى داخل على جوا وبعدين هنا فيه ايضا سن للقطع. احنا في الغالب نحتاج هذا بشكل اساسي دائما نحتاجه لانه مثلا لما نجي لقطعه الخشب هذه لاحظوا هنا الزاويه الحاده نبغى نخليها معموله بشكل كيرف عشان تكون غير مؤذيه للانسان لما يلامسها او يضع يده عليها، وهذه تكون مسؤوله عنها الراوند اوفر واللي قلنا سابقا انها تجي بمقاسات كثيره. طبعا انا بسوي قصتين، القصه الاولى بدون السن
السن اللي تحت ونشوف كيف شكله، وبعدين بنرفع هذه عشان تلامس تحت ونشوف كيف ان الشكل بريشه واحده تغير الى شكلين مختلفين. طبعا وجود البيرنج هنا مهم جدا، لانه انا ابغى اقص فقط الجزء اللي تحت، فالبيرنج بيمشي على قطعه الخشب كلها اللي فوق هذه عشان يسمح لي اقص الحناءه اللي داخل. لاحظوا الآن كيف أصبح الشكل عندي. هنا فيه انحناء، هذا دائما تلاحظونها بالطاولات وبالأشياء اللي احنا نشتغل عليها، أنها دائما تكون فيها الانحناء هذه عشان تعطي شكل جمالي وأيضا تحمي اليد عند ملامستها. الآن الجهة هذه برفع الريشة شوي، طبعا أنا فصلت السلك وهذا شيء مهم جدا. الآن رفعناها جزء بسيط يعني مو كامل. لاحظوا الشكل الآن، هذا اللي سوت لي إياه الريشة، فيها كيرف وفيها قطعة كذا مرتفعة، وهذه فقط كيرف، وهذا كله زي ما قلت لكم سويناه بريشة واحدة فقط. طبعا كل ما رفعت بيزيد الجزء المقصوص اللي بشكل هذا، وكل ما خفضت يختفي أكثر زي ما سوينا هنا. الآن بنشرح عن الريشة المستقيمة، وقلنا هذه مسؤوليتها أنها تسوي جروف أو يعني مجرى في قطعة الخشب، أو أنها بعض الأحيان أنا أحتاج أني أسوي مجرى داخلي، فأحتاج أقصها من الأسفل إلين الأعلى، يعني بحيث هذه المنطقة تكون عندي مفتوحة والمناطق هذه الجانبية ما تكون مفتوحة. فهذه استخدم لها هذه الريشة بحيث أني أنزل قطعة الخشب ابتداء من المكان اللي أبغاه ومشيه لين أوصل للمكان اللي أبغاه، أو في الوضع الطبيعي اللي أبغى أسوي مجرى بالشكل هذا. طبعا هنا في نقطة مهمة وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس. إحنا الآن لاحظت أنا خططت المكان اللي أبغاه من حيث العرض، هو تقريبا نفس عرض الريشة أنا مستخدمها، وحددت الارتفاع اللي أبغى أوصل له. بعض الناس لما يجي يشتغل على الريشة المستقيمة شو يروح يسوي في مثل هذه الحالة؟ يروح يضبط ارتفاع الريشة على المكان اللي يبغى يوصله ثم يبدأ يشتغل، وهذا خطأ، لأن زي ما قلت لكم سابقا هذا ممكن يؤدي أن قطعة الخشب اللي تشتغل عليها اليافة تتكسر بحيث أن يطلع عندك القص غير نظيف، أو أن الريشة يصير فيها شيء أو نفس الماطور يصير فيه شيء، خاصة لما تكون تشتغل على خشب سولد يعني خشب حر طبيعي. التصرف الصحيح أن المسافة هذه اللي أنت تبغى تقصها تقسمها على ثلاث مراحل أو على مرحلتين حسب طبعا الارتفاع، لكن في النهاية أنه لازم تسوي عملية القص على أكثر من مرحلة وليس مرحلة واحدة. لذلك في مثل هذه الحالة أنا بقصها على ثلاث مراحل، فلازم أنزل الارتفاع حقها. هذه المرحلة الأولى بتصير، هذه المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الأخيرة تبي تكون وصلني للارتفاع النهائي أو العمق النهائي اللي أبغى أوصل له. زي ما أنتم ملاحظين أنا وصلت للعمق اللي أبغاه على ثلاث مراحل. بالشكل هذا أضمن أن عملية القص نظيفة ما فيها أي مشكلة. الآن أنا وضعت الريشة هذه يسمونها أوجي، وهي وظيفتها بشكل أساسي تعطي شكل جمالي، ونفس الشيء كلما تحكمنا بالارتفاع بيعطيني شكل آخر، يعني هذه ممكن أسوي منها ثلاثة أشكال. طبعا أنا ركبت الفنس حق الطاولة، الهدف أني أبغى أخليها هي المرجع، وطالما هنا عندي في بيرنج فالشيء الصحيح أني أسويه أني أخلي الفنس حق الطاولة على نفس مستوى البيرنج بالشكل هذا، أستخدم مسطرة مستقيمة وأرجع الفنس حتى تطابق تلامس البيرنج مع تلامس السطح بالشكل هذا وأثبتها. الآن أتحكم في الارتفاع، والارتفاع الآن أحتاج أني قبلها بنسوي نفس الشيء، قصتين بحجمين مختلفين. لاحظوا الشكل الجميل هذا اللي طلع عندنا. الآن بنرفع شوي وبنسويها الجهة هذه، بتشوفون كيف يتغير الشكل أيضا. الآن لاحظوا اختلاف الشكلين عن بعض،
مع أنها نفس الريشة لكن هي القضية فقط في التحكم بالارتفاع. الريشة الواحدة ممكن أنا أسوي منها أكثر من شكل، ولو استخدمت بعض الريش مع بعض يعطيني أشكال متعددة أكثر. في نقطة مهمة، لما تيجي تقص قطعة الخشب، خلينا نقول هذا أنت تبغى تسوي له الديكوريشن هذا من كل الجهات، تعرف إنه قطعة الخشب هذه الجهة هذه يسمونها الإند جرين اللي هي اتجاه نمو الألياف، وهذه أيضا، وهذه لا الفيس جرين اللي هو منطقة الجنبية نمو الألياف. لما تيجي تقص لو قصيت الإند جرين في النهاية اللي بيحصل إنه بيطلع منها بعض الألياف يعني بشكل غير متناسق، بيخرب عليك القصة. فهذه النقطة لازم تسويها هي الأول، لأن لما يحصل عندك مشكلة في الألياف وتيجي تقصها القصة الجنبية من الفيس بيعالج المشكلة، لكن لو قصيت الجوانب في البداية وجيت بعدين تقص من هنا بتصير عندك هذه المشكلة. وأيضا هذه ما يمنع الآن احنا نسويها مع بعض عشان بتشوفون كيف ان هذه صارت مشكلة. لاحظوا صار عندي هنا الألياف طالعة، فهذه معالجتها انه اقص هذه بعدها عشان تعالج عندي المشكلة هذه من الأساس. لذلك دائما نقول ابدأ بالإند جرين، يعني انت ابدأ بواحدة منهم بعدين الجنب هذا وبعدين الإند جرين الثاني وبعدين الجنب هذا، بحيث الطريقة هذه تضمن انك ما راح يكون عندك ألياف طالعة بشكل يخرب عليك قصة الخشب. وكذا نكون انتهينا من الشرح المطول، اعتذر منكم لطوله لكنه مهم جدا لانه هذا الجهاز من اهم الأجهزة اللي جتني طلبات كثيرة اشرحه، واتمنى ان شاء الله يكون قدرت اقرب كثير من المفاهيم لكم وبشكل تستطيعون استيعابه وتنفيذه في اعمالكم ان شاء الله. ونراكم على خير وفي امان الله.